الذهب مرتبط بالبحرين من قديم الزمان، يعني إذا بترجع إليه تقريبا قبل 5000 سنة من العهد الدلموني كانت البحرين تهتم بهذا المجال وتحويل الذهب من ذهب خالص إلى مجوهرات. لما نتكلم عن صايغ البحريني نشوف أن عنده مهارة ودقة لا متناهية يخلي مصوغاته تتكلم بالأصالة عنه. البحرين تعتبر مركز من مراكز الذهب، مو نتكلم عن الخليج حتى الشرق الأوسط. اليوم الذهب البحريني يصدر إلى دول حتى في أفريقيا مثل الجزائر، مثل المغرب، مثل السودان، مثل ليبيا، كلها تعتمد على المصوغات البحرينية بشكل كبير، وتعتبر المصوغات رقم واحد في هذه الدول. في الدول المجاورة وبسبب الرغبة الكبيرة في اقتناء الذهب البحريني، نشوف إن في أماكن أخرى في خارج البحرين تدلل على مصوغاتها بالقول إنها مصوغات بحرينية. الكورونا أثرت على جميع القطاعات بلا استثناء، والذهب مو بمعزل عن بقية القطاعات أثرت عليها بشكل كبير، ولكن اللي ساهم في انتعاش هذا القطاع بالذات في فترة الكورونا أن الحكومة وجهت القطاع المصرفي بتوقيف الأقساط على المواطن، ما سبب انتعاشه إلى المواطن نفسه. فالمواطن فضل الذهب باعتبار زينة وخزينة أنه يشتري قبل الأشياء الثانية من بعد الأشياء الرئيسية. هذا الشيء فتح لنا باب الأونلاين والتواصل المباشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الأبليكيشنات المتوفرة حاليا في السوق، بحيث أن احنا نقدر نوصل للزبون من غير ما يجينا المحل، بالعكس احنا نوصله إلى محله. تطبيق جواهر انطلقنا فيه حاليا للبيع الإلكتروني للمجوهرات داخل البحرين وخارج البحرين. أول شيء يسهل على العميل أنه يدخل على التطبيق يشوف كل المنتجات اللي حصلها في السوق موجودة بين يديه، تفاصيل القطع واردة بكل التفاصيل سواء بالطول بالوزن بالمقاس بالعيار باللون، كل شيء موجود فيه. الجميل في التطبيق أنه يضم محلات فعلية واقعية موجودة في البحرين ومسجلة ومدرجة لدى وزارة الصناعة والتجارة، عملية شراء آمنة، عملية توصيل آمنة، وعملية دفع آمنة. التطبيق بشكل عام راح يسهل عملية الشراء والتوصيل بكامل الخدمات، يعني البنية مو بس إنه بدش يمكن تتحير مثلا المقاس اللي أشتريه من الأونلاين عادة لما يوصل البيت يمكن يكون ضيق ويكون واسع، لا في تكشيك افتراضي على الموقع نفسه إنه تتأكد إن الخاتم يلبس عليها بنسبة 100% باستخدام خاتم موجود عندها في البيت تقيسه. نفس الطريقة بالنسبة للأساور، نفس الطريقة بالنسبة للقلايد، نفس الطريقة بالنسبة إلى التراكي. في ميزة جدا لطيفة ان انت تقدر تشيك التراكي على سبيل المثال بشكل افتراضي، مجرد تفتح الكاميرا تصور الوجه مالك مباشرة يقوم التطبيق يركب لك التركية على الوجه نفسه، فانت بتشوفه بالضبط شلون طالع عليه.